لسه صغيرة على الزواج، شعار حملته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشبكة مناهضة العنف ضد المرأة شمعة، وبدعم من منظومة الأمم المتحدة في الأردن والاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا وأوكسفام وصحيفة الغد على مدى 16 يوماً. استهدفت الحملة جميع محافظات المملكة وجميع الفئات العمرية من أجل التوعية والتعريف بمخاطر زواج القُصّر وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية. عم ننشلها من أسرتها وعم نحطها بمكان هي مش قد مسؤوليته وهي مش قد إن تكون عنصر فعال في المجتمع. عن إنه البنت هلا بوقتنا تدرس مش متدربة على طبخ وبيت. زمان أول كانت البنت حملة لسه صغيرة شملت المجتمع المحلي وضيوف الأردن وحتى مخيماتها، وصارت مشاكلة مع أخواني بعد ما شاوروا أخواني التانيين ورفضوا يستلموني ورفضوا أني أدرس وأمن مستقبلي، وأنا لسه صغيرة وبدي أدرس وبدي أمن مستقبلي. كما استهدفت الحملة صانعي القرار والمؤثرين على المستوى الوطني والقدرات التي تمكن الزوجين من تحمل الأعباء لبناء أسرة صالحة وقوية. أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشبكة مناهضة تركيزنا الآن على زواج القاصرة. نعم حقيقة يعني الحقيقة أنا بفضل نبلش نحكي بموضوع العنف بشكل عام. عندنا نحن للأسف حالة من الإنكار لكثير من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، واللي استهدفت الحملة الرجال والشباب من خلال بث رسائل حية تهدف إلى تعزيز دورهم في مواجهة العنف وزواج القُصّر. حقها تحلم وتبدع وتقرر بدل ما حدا يقرر عنها مستقبلها لسه صغيرة على الزواج. زفوا طرحة وبيت وأم، ليش تشيلها هالهم؟ ما هي مخلوقة بالفطرة وما عندها لسه فكرة. شو في شو مخبى بكرة شايفها انت صادق. شملت الحملة أكثر من 350 فعالية ونشاطا في جميع أنحاء المملكة نفذها جميع أعضاء شبكة شمعة، تأكيدا على أهمية الدور التشاركي للمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لنقول معا لسه صغيرة على الزواج. لسه صغيرة على الزواج، الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع تحيات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشبكة مناهضة العنف ضد المرأة شمعة.